في بداية التسعينات كنت في مؤتمر، وأول يوم في المؤتمر عرفت أن شعار المؤتمر قائم في وسطكم، وكان عن معرفة الرب، أن الرب في وسطينا. ويوحنا قال في إنجيل يوحنا أصحاح 1 وآية 26، في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. والوعظ ابتدى أول اجتماع في المؤتمر بأنه ممكن يبقى المسيح في وسطينا وما نعرفوش، وأنا تأثرت جدا بالكلام ده وقعدت أصلي بيه، وقعدت أقول له لو أنت موجود يا رب، أنت موجود عشان تدينا حاجات عظيمة جدا، لو إحنا معرفناكش كل ده مش هناخده. وابتديت فعلا أصلي بالكلام ده وتأثرت جدا، واتمنيت أن كل واحد في المؤتمر يصلي الصلوة دي، أنا واثق أنك موجود، واثق أنك موجود لأجل احتياجاتي يا رب. وخلصت الاجتماع وما نمتش غير لما كتبت الصلوة دي في الترنيمة اللي هرنمها دلوقتي. أثق يا سيدي أن يديك تشفي في الأعماق الداء، تجبر كسري وتنزع يأسي، تمنحا للقلب رجاء، والقرار قائم في وسطنا الآن. كلمة الآن دي كانت كلمة مهمة جدا في وقتها، قعدت ترن في ودني الآن، لأن الوعظ كان عمال يقول دي فرصة، لو الفرصة دي عدت أنت مش هتلاقي العطاء ده تاني، العطاء اللي ربنا بيديهولك. أتمنى أنه ده يحصل معانا النهاردة وإحنا بنرنم، وتعرف أنه المسيح حاضر وموجود، حاضر عشان يديك والآن، وعشان ينقض كل عمل الشرير في حياتنا زي ما بيقول الكتاب. أثق يا سيدي أن يديك تشفي في الأعماق الداء، تجبر كسري وتنزع يأسي، تمنحا للقلب رجاء، قائم في وسطنا الآن، تعلن ذاتك بالإيمان، قائم في وسطنا الآن، تنقض أعمال الشيطان، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر. أثق بأنك حين صلبت قد حملت عن الإنسان كل خطايانا، وحملت كل مرض والأحزان، قائم في وسطنا الآن، تعلن ذاتك بالإيمان، قائم في وسطنا الآن، تنقض أعمال الشيطان، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر. أثق يا سيدي أنك تكسر كل قيد في الآن، وبسلطانك سوف تحرر كل من خلف القضبان، قائم في وسطنا الآن، تعلن ذاتك بالإيمان، قائم في وسطنا الآن، تنقض أعمال الشيطان، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر. أنت تريح النفس فتعطي بالدم طهرا من خطاياي، تمحو أثامي وتجلو ظلامي، تبصر عيني
صليب فداي قائم في وسطنا الآن، تعلن ذاتك بالإيمان، قائم في وسطنا الآن، تنقض أعمال الشيطان. قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر.